سعيد منصور بيقول او سيد منصور بيقول لعيب محترم وجمهور الاهلي لن ينساه وبنحبه برشا برشا كتير النهارده. برشا برشا. علي حسني او عليوه حسني بيقول مرحبا بك يا ابن تونس على ارض الاهرامات الاربعه، هرم خوفو وخفرع ومنقرع والنادي الاهلي. ماشي على علي النجار، والله العظيم جسمي اشعر لما شفتك يا كابتن انيس، افتكرت ايامك الحلوه. جيمي بيقول نورت بيتك يا كابتن انيس. داليا الكابيتانو بتقول اهلا بك يا كابتن انيس منور مصر. وسؤالي لكابتن انيس، هل بالفعل تم العرض عليك للعمل في النادي الاهلي او هناك مشروع عمل مع النادي الاهلي؟ وتحياتي لك يا كابتن اسلام. هل ده حصل؟ لا رسمي ما زال للامانه، بس طبعا يعني شرف لينا، يعني اي واحد يعرض عليه منصب او مكان في النادي الاهلي يعني اكيد مش يكون سعيد جدا يعني. تمام. دكتور احمد، انيس بوجربان من انظف اللعيبه اللي مروا على نادي